الدكتورة فاتن مرزا اختصاصية العلاج النفسي بمركز الكويت للصحة النفسية. فأنا نصيحتي لكل حامل خل تستمتع بتغيراتها الأنثوية. دراسات تقريبا تقول أن 50% من النساء الحوامل يمرون باكتئاب النفاس. ضيفة هي أم لأول مرة، هي الأخت رنا أبو عباس حيدر. بكل حركة بكل تصرف أنا بكون عم بحكي معه، أنا عم بتواصل معه، يعني أي حركة صغيرة بحس فيها أنا بقعد بحكي إليكي في الأوقات التالية.